أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. أعلنت رند الشهيلي عن وفاة والدتها خلود الجعيد، ونشرت رند من خلال حسابها بسناب شات خبر الإعلان عن وفاة والدتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انتقلت إلى رحمة الله ماما حبيبتي خلود الجعيد، إن لله وإنا إليه راجعون، واختتمت أسأل الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته. وتم الإعلان عن موعد الصلاة على الفقيدة من جانب أحد أفراد العائلة، حيث تقرر أن يصلى عليها عصر اليوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان للعام الهجري 1445 من مسجد المهيني بحي العارض. توفيت في صباح هذا اليوم خلود الجعيد العتيبي والدة كل من رند ورفيف السهيلي، وانتشر خبر وفاتها كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد نعى الفقيدة مئات المستخدمين لمنصة إكس وتيك توك سائلين الله أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة. وعن سبب وفاتها، فقد خضعت الراحلة إلى إجراء عملية جراحية منذ أيام قليلة وقد تكللت بالنجاح. يذكر أن الفقيدة عانت من المرض في الفترة الماضية لتودع على إثره عالمنا صباح اليوم. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة في التعليقات.